بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائماً في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم. معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم. تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة على حلقاتنا كنار تي في، صوت العرب من كندا الذي يبث من كندا وشمال أمريكا. أنا محدثكم جمال الشريف، تعرفوا دائما بنطلع عليكم في أمور جميلة ورائعة. اليوم معي هاي شخصيتين جميلات رائعين، لكن قبل ما أبدأ بتقديمهم حابب أسمع رأيكم في التعليقات عن موضوع مهم، وهو الزواج من شخص من جنسية يختلف عن جنسيتك. طبعا كثير من الزواج من أجنبيات أو بدنا نحكي من جنسيات أخرى يحدث في الوطن العربي، خاصة للشباب اللي بيطلعوا يدرسوا. كثير صارت الحالات لما درسوا في روسيا، لما درسوا في أوروبا، درسوا في أمريكا وتزوجوا من أجنبيات وإجوا، وهذا طبعا صار تقريبا شيء سهل في المجتمع وبتقبلوا. في البداية ما كان يتقبلوا كثيرا، كانوا يعتبروا الأجنبية شيء غريب، ولكن بدأ المجتمع يتقبلوا. الحالة اللي عندنا اليوم قد تكون تختلف بعض الشيء، لأن السيدة هي عربية وتزوجت من رجل غير عربي، فأكيد الموضوع لسه غريب في المجتمع وليس بالمعروف أو المشهور، ولذلك انشهر هذا الكبل. أنا طبعا بهنيهم على هذه الشجاعة، بهنيهم على هذه القدرة على أنهم يتحدوا الجميع من أجل قصة الجمال وقصة العشق هاي لتكوين عائلة جميلة بغض النظر عن الاختلاف. حنتكلم شوي اليوم من خبرة كمان، أنا زوجتي مش عربية، زوجتي من الصين، فيمكن أنا قريب كتير لهذه العائلة، وبصراحة أنا مبسوط كتير أنهم يكونوا معاي. خليني أنا وياكم نرحب اليوم، بديش أطول عليكم، نرحب بناصر الصيني وهديل. أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. مرحبا، مساء الخير، كيف حالكم؟ هديل أنت دائما بتحكي كلمة مش مرحبا، إيش اللي بتحكيها؟ نيهاو. أيوة. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. أهلا فيك. شكرا لأنك استقبلتنا اليوم. شكرا لك. شفتوا كيف في عنا كمان ضيفة بس ما رحبنا فيها. هلا ما حتشارك بوجهها بس حتشارك بصوتها، لابد يعني هاد بكل فيديوهاتنا. الله يحفظك، الله يحفظك إياها. الله يسلمك. ناصر وهديل. ناصر، أول شيء السلام عليكم، وهديل أهلا وسهلا فيك، السلام عليكم. حابب أعرف قصتكم، كيف تعرفتوا على بعض في البداية؟ تحب إذا تحكي ولا أنا؟ أنت تحكي، نساء أول. نساء أول. إذا عاداتنا. طبعا إحنا ذكرنا يعني عدة مرات كيف تعرفنا. قصتنا دائما بنحكي هي غريبة وشبيهة بالمسلسلات، ف يعني بصراحة كانت صدفة كيف تعرفنا على بعض. ما بعرف بدك أحكي هيك سريع باختصار ولا أنا بدك إياه، لقاء الجمهور بده يعرف مش بس أنا. تمام. هلأ هو بصراحة يعني بالبداية أنا شفته بالصدفة، وهذا الإشي ذكرناه عدة مرات، شفته بالصدفة في الجامعة يعني لمحته، ووقتها انعجبت فيه، ولكن أنا صدقا ما كنت بعرف مين هذا الشخص وما بعرف أي إشي عنه، بس خلص سبحان الله حسيت بشعور غريب. صارت يعني أحداث كثير صراحة، بس إحنا بنحاول نختصر القصة. الأحداث هاي كانت إنه هو كمان شافني بطريقة ما على السوشيال ميديا، وكمان أعجب يعني بصورتي أو بشكلي بالفيسبوك كان، فحكى معي، كان شايف أنه أنا كاتبة صحافة وإعلام، فحاول يحكي معي وتحجج وقتها بأنه بقرأ جرايد.
كنت أقرأ جرائد. لا أنا كنت ما أقرأ جرائد عشان أفتح موضوع معها، فحكيت أنا شخصيا بحب أقرأ جريدة، بس أنا ما أفهم، ممكن أنت تشرحي لي عشان تخصصك هذا. باقي أهلا وسهلا على خدمتك. فأنا أرسلت لها صورة قرأت لي ما شاء الله، يعني صوت إذاعة ما شاء الله يعجبني، أنا حبيتها من أول صوت. بعدين حبيتها من أول صوت من أول نظرة. بعدين أحاول أحكي معها، آخر شيء إحنا نحكي وجه على وجه، طلبت منه تدرس اللغة العربية. يعني في طريق حب عرفت شخصيتها أكثر، حبيتها أكثر، فطلبت يدها من عمه. لا 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 استنى استنى، انت مستعجل على السريع، طلبت ايدها. طيب معلش ناصر، انت شو اللي وداك على الاردن؟ انا اجي لهنا عشان ادرس اللغة العربية. اوكي، درست في الصين في اللغة العربية؟ درست في الصين في معهد سنتين، 3 سنوات، في مسجد كمان نص سنة تقريبا، وجئت الى الاردن عشان اقوي لغتي واتقن هذه اللغة. طب ليش اللغة العربية؟ لماذا؟ أول شيء عشان أنا مسلم، بعد تخرجت من مدرسة الثانوية رحت إلى كلية هذا معهد، درست اللغة العربية أول شيء عشان أفهم دين أكثر، بعدين عشان أحس دين هو صيني دائما مع الشرق الأوسط في تجارة، عشان بعدين هذا موهبة أشتغل مترجم في أي شركة. طيب أنتو ناصر، أنت حكيت لنا أنك مسلم أصلا يعني قبل ما تتزوجوا. انا عائلتي مسلم الحمد لله. من مسلمين الخانزو ولا ال وير وورد؟ من قوميه خويتو. اوكي، معناها مشهورين باللاميان. مشهورين باللاميان وباللحم. لاميان يعني المعكرونه اليدويه، عشان الناس اللي يمكن ما بتعرف شو اللاميان. طيب هاي في سؤال اجاك، وانا بدي ما شاء الله في كثير تعليقات، بس في سؤال اجاك، هل معرفه اللغه العربيه شجعت اهل هديل بأنهم يوافقوا عليك؟ هو كيف أنا يعني كان يعني حسيت إنه أهلي مع اللغة العربية يعني أكثر تشجعوا لأنك بتعرف هاي اللغة العربية، يعني لغة تواصل بينهم، ممكن هي يعني لغة تواصل كانت أكيد مهمة. أنا لغة تواصل كان مهم، بس أنا في الأول فترة لغتي مش زي هسه بتلاق، كان أحكي لغة عربية حتى ممكن في البيت بس هديل تفهم، بعدين تشرح لي أمي وخالتي. يعني كنت أنا أكثر أفهم على لغته، كانت شوي مكسرة، وبتعرف يعني لما يكونوا الأهل شوية مش متعودين أو الشخص لسه أول مرة بيشوفه، فيعني بياخد وقت عشان يفهم هو شو بيحكي، بس حالياً لا، لغته تطورت كتير وصارت أحسن، بس أكيد اللغة يعني مهمة. لغة مهمة أكيد، في تواصل بينه وبين أهلي أكيد. كم لكم متزوجين؟ سنة وشوي، إحنا عرفنا تقريباً 8 أشهر، بعدين خطبنا سنة، بعد سنة تزوجنا. طيب أنا مبسوط كتير إنه صار هذا الحكي، بس أكيد يعني أهلك يا هديل في البداية مش هيك على السريع وافقوا، يعني إلا كانت في شوية أشياء غريبة. هلا إحنا لما بنحكي على السوشيال ميديا أو على القنوات عادة بنحكي باختصار، بس هو طبعا يعني في البداية يعني حتى الشاب لما بده يتزوج من جنسية تانية بصير في صعوبات بالعيلة، وأكيد أنت عارف ومجرب هذا الشيء. فلما تكون كيف لما تكون الأنثى، فيعني كان بالبداية طبعا توتر وفكروا كتير، قالوا له يعني حاب تشارك بي ممكن. طيب معلش يعني للناس اللي عم تسمع، بس الحياة مع الأطفال هاي ماشي. فيعني بالأول توتروا، يعني كان كتير يعني في نقعد نتناقش نحكي. أنا ذكرت من قبل إنه أهلي هم مش رافضين ناصر كشخص، هي الفكرة نفسها إنه من بلد تاني، ثقافة تانية، عادات وتقاليد جدا مختلفة، طب أنت حتنبسطي حتعيشي مرتاحة مع شخص من جنسية تانية، ولكن أكيد مع الوقت يعني لما تعرفوا عليه أكثر وصار نقاش وفهموه أكثر وفهموني بالنهاية يعني خلوا القرار إلي، بس طبعا مع النصائح المهمة طبعا. رائع. وأهلك يا ناصر هل كان في أي مشكلة؟ أهلي أنا جدي كان يشجعني أتزوج مع فتاة عربية، حكيت لجدي هو مبسوط، بعدين حكيت لأبي بحكي
آخر شيء قرار معك يعني معي. أنا حكيت لأمي هي شوي متوتر، بحكي ليش تتزوج مع واحد فتاة عربية يعني بعيد عنا كتير، بعد زواج أنت كيف تعيش؟ يعني لو في سيني تعيش في سيني، هي مش كل سنة تروح تزور عائلتها، يعني صعب، لازم تفكر كويس. بعد لما حبيل تتواصل مع أمي بالكاميرا على بعدها ما في أي ترفض أو أي شيء هي تخاف أو تقلق، على طول بحكي ما شاء الله يعني بنتي ما شاء الله إحنا كلنا حبينا، يعني أنت تعرف إحنا في الصيني مش يخلف كتير، أنا في البيت بس أنا وأخي، هم يعتبروا حديل زي بيتهم، يعني حبيتهم أكثر مني لما أنا أخذها إلى الصيني، يهتم فيها وكل شيء. ممتاز ممتاز. وهذا نفس الشيء يحدث معي صراحة لما أنا أروح عند أهل زوجتي في الصين، يهتموا في أكثر مما يهتموا بزوجتي اللي هي بنتهم. هذا نعم نفس الشيء، حتى أنا في أردن يعني عمو وحماتي كلهم يهتم مني أكثر من هديل، أنا بشعر بحس شيء جميل. هديل مشاركة معكم يعني، بس بحاول إنه عشان يكون البث شوي هادي معلوم. في إحنا فاهمين في واحد خلف الكواليس قاعد. ففي سؤال لك عن الزواج يا ناصر من أختنا إكرام، بتسلم عليك طبعاً وبتقول لك هي كتير إكسايتد. اليوم بالصدفة عملت بوست على عرب كندا عن كتين، قلت لها اليوم حيكونوا معنا إن شاء الله لايف، فكانت very excited. بتقول لك إيش رأيك بعادات الأردن فيما يخص الزواج والمهر وشراء الجهاز للعروس وغيرها من عادات؟ هو حس بالحقيقة، هو أنا بحس لو واحد صيني يتزوج مع بنت عربية هو مريح أكثر. أول شيء إحنا في صين كمسلم محرة ما شاء الله ما شاء الله يعني ما شاء الله ما شاء الله ممكن فوق 15,000 دينار إلى 30,000 دينار، هذا أول شيء تكلف كتير. وثاني شيء كمان يطلب شو بيشتغل، لو مش في المدينة لازم تشتري شقة في المدينة. هذا اختلاف بين صيني وعربي، بس يعني كغير المسلم هم محرة قليل، مش زي مسلم مبالغ أكيد، يعني مش كل مسلم. هو أنا سمعت في جنوب بعض المسلم حتى محرة يعني زي أردن دينار كويس، بس إحنا في الشمال مثلا هذا شيء مبالغ، يعني هذا شيء اختلاف. أنا جربت تزوجت مع يعني عربية، أنا بشعر مريح أكثر من أتزوج مع صينيات. حلو حلو. العرس اللي يكون في الصين ولا في الأردن؟ العرس مش سامي. حفل الزفاف في الصين ولا في الأردن؟ حفل الزفاف احنا عملنا في الأردن وكمان عملنا في الصين. عملنا اثنين. طب شو رأيك هديل بحفل الزفاف؟ يعني الأردني مش هنحكي عنه كتير، الصيني شو رأيك كان فيه؟ والله هو شوف حلو، بس لما الشخص بيكون متعود على إشي معين يمكن الإشي التاني مش كتير يعني مش كتير متعود عليه. هلأ الفرق إنه هناك الحفلة بتكون عبارة عن وليمة أكل وشرب، ما في عندهم رقص، ما في عندهم أغاني، يعني الحفل يعني الفرحة بتحس هيك خلص بالأكل، تعبير تعرف أنت تعبير الصينيين يعني بكل شيء أكل أكل أكل، إنه بدهم مثلا يضيفوا الشخص أو يحترموه أو يعني كل هاي الأمور بيقدموا لك أكل. فكان هو من الصبح للمساء وناس رايحة وناس جاي وناس رايحة يعني ببدله، وطبعاً بيقدموا الأكل أنواع كثيرة يعني. هو حلو وممتع وأكيد مميز وفي أشياء غريبة والواحد هيك بيكون مستغرب، بس يعني ما بعرف حسيت العرس عندنا في فرحة أكبر صح يعني ما بعرف. ومريح أكثر نشور يعني. أيوه زيف وزغريت وهيك ناصر زفوك عملوا لك زفة؟ زفة لما حملوك هيك حملوك أنا هيك بزف لابد منها. أنا بصراحة محضر لكم أسئلة، بس شايف في أسئلة كثير من الجمهور فبدي أخفف من أسئلتي وأسأل أسئلة الجمهور. في سؤال من ميسون صديقتنا في القناة بتحكي هل تواجهون أي عنصرية أو تنمر أو انتقاد خاصة أنه العربية هي هدين؟ يعني هذا موضوع طيب أنا حجاوب معلش يعني ناصر حيشوف لولا عبل ما أجاوب عليه.
احنا شوي غلبناكم معنا. Don't worry. No, no. هلا بصراحة موضوع التنمر يعني أول ما بلشنا أنا كنت يعني مجهزة حالي وناصر مجهز حاله، لأنه بتعرف الناس ثقافاتهم مختلفة، يعني مش كل الناس على نفس الثقافة والتعليم والفهم والوعي. بس من كم يوم لما عملنا مقابلة مع قناة رؤية في الأردن نزل بوست عنا في يعني بصفحة من الصفحات. بصراحة كمية التعليقات السلبية فاجأتني، لأنه إحنا عنا صفحة على تيك توك وعنا يعني جبنا 300,000 متابع خلال فترة جدا قصيرة، واليوتيوب مثلا 28,000 تقريبا عنا، يعني جمعنا مشاهدات منيحة، بس ما شفت كمية التعليقات السلبية زي الفيسبوك بهاي الصفحة اللي إحنا أصلا مش إلنا. يعني أنا حاولت أفهم شو بيفكروا الناس، بس صراحة لما بتكون في شتائم دعاوي علينا حتى ألفاظ جدا جدا سيئة، يعني حتى ما بيفكروا ولا 1% إنه أنا عندي أهل ممكن يقرأوا هاي التعليقات، ما بيفكروا إنه أنا عندي أخوان، عندي بنت، عندي زوج أبدا. فكان في تعليقات جدا سلبية، ومن ضمنها مثلا إنه طب هذا كيف تزوجتهم هو كافر. في كثير ناس أنا اكتشفت بعد ما طلعنا على السوشيال ميديا مش فاهمين إنه الإسلام منتشر في كل مكان والديانات منتشر بكل مكان، هو مش الدين الإسلامي بس محتكر للعرب. وهذا إشي صراحة يعني شوي بسود الوجه، لأنه يعني شو بدي أحكي له؟ شو بدي أفهمه لما إحنا العرب ومدرسنا وتعلمنا وفهمنا وعنا جوجل، يعني مش مخلي الواحد اللي بده يفهم ويتعلم، ومع ذلك مش فاهمين إنه الصين فيها أكبر عدد من المسلمين، يعني مش مستوعبين الناس. فكيف متزوجي واحد مش مسلم؟ كيف متزوجي واحد كافر؟ وبحطوا لي آيات أحياناً، تخيل يعني تخيل كمية يعني أنا مستغربة صراحة، وهو كان مستغرب. غير هذا كله بحكي مش مشكلة، ممكن فعلاً جهل ومش وعدم تعليم، بس لما يشتموني وأنا مش عملت له إشي بالنهاية، عرفت كيف؟ فهذا الإشي من واجهه بس لإني تزوجت صيني. أنا صراحة يعني لما أطلع لقاء معك أو مع قنوات ثانية يعني نفسي أوصل رسالة إنه ليش هذا كله، ليش الكره والحقد اتجاهنا وإحنا مش عاملين أي إشي، إحنا بس شخصين تزوجوا بعض والحمد لله رب العالمين، الحمد لله وما شاء الله في تفاهم، ولو ما في تفاهم أكيد كان ما كملت العلاقة. وفي يوم من الأيام أنا عندي قناعة إنه كل العلاقات سواء عرب مع بعض أو أجنبي وعربية أو شو ما كان، العلاقة معرضة لكل الاحتمالات، إما انفصال إما إنهم يكملوا، ما فيش إشي اسمه عشان صيني وعربية، صح ولا لا؟ إحنا عنا عرب كتير ولاد عم وانفصلوا. لا لا بالعكس بالعكس، إشي رائع والكلام اللي بتحكيه رائع، وأنا يعني بدي أحكي رسالة من هون يمكن أوجهها للجميع: لا تحكموا على العالم، لا تكونوا آلهة تحطوا حالكم محل الله سبحانه وتعالى وتحاسبوا العالم. كل واحد عنده بلاوي ومصائب، وبيجي واحد بكون عنده معاصي ما أنزل الله بها من سلطان وبيجي بده يحكم عليك بالجنة أو بالنار. فطبعا هذا الشيء راجع لكم، وحتى لو كان ناصر غير مسلم وأسلم، بالعكس يمكن كان حصلتي على الهداية تبعته، فليس لهم الحكم أصلا ناصر كان مسلم ولا مش مسلم. فهذا الشيء يعني أنا حابب بس أذكره، على الله وعسى أن يتفهموا هدول الناس أنهم لم يخلقهم الله خلفاء له في الأرض، أو الناس اللي معطيهم الأوكي مين يدخلوا الجنة ومين يطلعوا من الجنة، يتركوا الناس لرب الناس. وهذه أنا لأنها صارت معاي يا جماعة، وأنا عارف وشاعر الشعور اللي صار. أنا يمكن أسهل منكم لسه، ما كان في السوشيال ميديا لما تزوجت، وأنا برضو الرجل وهي المرأة، فكان الموضوع أهون. ومع ذلك خلال فترة الكورونا وصلنا كتير، أنا وصلني على السوشيال ميديا شغلات ما أنزل الله بها من سلطان، على الخفافيش والأشياء هاي اللي من نسج الخيال يعني. فكويس انك جاوبتي، وبالعكس رائع. في سؤال تاني لهديل: ايش اهم العادات والتقاليد الصينية اللي اعجبتك والتقاليد التي لم تعجبك، واين تلتقي انت وناصر في هذا في التقاليد والعادات؟ هلا بصراحة العادات والتقاليد اللي عجبتني هي اهتمامهم بالاكل والشرب، حسيت انه اكثر منا، يعني مثلا دائما عاداتهم متواجد فيها المي السخنه والاعشاب اكثر من الكولا والسفن والعصير والمواد الحافظه مثلا.
هاي العادات اللي كتير عجبتني الأكل، يعني عادات الأكل كلها بشكل عام عجبتني. العادات يمكن اللي شوي هيك غريبة هو بصراحة في كثير. عديل بدي أسألك كمان على الأكل، مدام تحكي الوقت، وقت الأكل هل هذا عادي بتعجبك ولا زي العرب عندنا إمتى بده يأكل وإمتى بده؟ بصراحة لا، حلوة هي حلوة بس ممكن تكون شوي صعبة علينا إحنا. يعني مثلاً أنا من الناس اللي لما أصحى الصبح خلص ما مش كتير بيجيني مرق مثلاً إني أفطر، بينما هم لا، لازم تفطر وتنساش برضه الفطور بيكون شوية تقيل، بدك تهيئ حالك لإله زي المعكرونة أو الرز. فكنت مش كتير أحب هاي الفكرة، هي منيحة حلوة بس أنا مش متعودة عليها. يعني حتى فترة من فترات في الصين اضطريت أشتري توست وأعمل زيت وزعتر، سوري، مربى وأشياء موجودة في الصين، كانوا أهلهم فاكرين إنه أنا زعلانة أو إنه مش مرتاحة أو ما بدي آكل. أنت بتعرف كيف هم بيقدسوا هاي الفكرة؟ طبعا. يعني هاي العادات اللي الحلوة. العادات اللي مش كتير يعني عجبتني، يعني بصراحة ما في إشي يعني سيء لدرجة إنه ممكن ينحكى، يعني أشياء بسيطة موجودة في كل في كل في كل الدول في عادات، هاد بس في عادات يعني غريبة بس، يعني أما إنه سيء ما شفت صراحة كتير أشياء يعني. بس أما وين التقينا أنا وناصر، فأنا وناصر يعني دائما بناخذ شكرا لولو، بناخذ العادات الحلوة من عنا والسلبية بنتركها، يعني عاداتنا إحنا الاثنين دائما هيك. حلو. أتذكر الجميع أنه هذا اللقاء يبث عن طريق الفيسبوك تبع كنار تي في، ممكن تروحوا على كنار تي في لايف، وكمان على اليوتيوب تبع كنار تي في لايف عشان تشوفوا هديل بعد الحلقة هي وناصر. خليكم معنا بعد هذا الفاصل الصغير، فنرجع لكم وحكي لكم ليش هذا الفاصل الصغير. مرحبا، رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل الصغير اللي أخذناه. طبعا اللي شفتوها دعاية لموهوب العرب من كندا وأمريكا اللي بتعملها قناة كنار تي في كل يوم جمعة الساعة 9 بتوقيت كندا الشرقي، وهذه هي أول مسابقة في العالم بتصير أونلاين ولايف بنفس الوقت. الآن بدنا نرجع لناصر وهديل. مرحبا يا هديل مرة تانية. طبعا في كتير ناس صاروا يتغزلوا بزوجك، بقول لك زوجها شكله حلو مشان هيك أخدته. ميسون بقول لك فعلا أخ ناصر وسيم ما شاء الله، لقطة يا هديل، برافو. نحن ناصر طيب. رح ينية بالبنت على هيك. مش مشكلة، يلا بنحكي معك. وين ساكنين حاليا؟ أعتقد في الأردن، عمان صحيح؟ في عمان صحيح. طيب بقول لك ما شاء الله من غير هيك ما بتطلع على الجمال الخارجي قبل الاطلاع، لازم يطلع على الجمال الداخلي قبل الخارجي. ناصر شاب خلوق وأكيد ما أخذته عشان شكله فقط. شكرا. جمال جمال الأخلاق. بقول لك من برا الأردن لايك اي ثينك القرى. القرى وليمة العرس، وليمة العرس. طيب احنا سألنا هديل عن موضوع العادات والتقاليد. ناصر لك نفس السؤال، ماذا تحب في العادات والتقاليد الأردنية وماذا لا تحب؟ عادات التقاليد. كن صريحا، كن صريحا. يعني شو العادات اللي عندنا بتحبها؟ ديك اليوم كمان انت ذكرت هذا الاشي في رؤية، العادات اللي بتحبها ما عندنا. ايش هو؟ بدي اغشي شو ناصر. مثال. لما حكيت انه بنحب هيك الناس بتساعد. في عادات العربي انا بحب هو شعبه لطيفين، يعني بحب يساعد الناس، حتى يعني ناس غريب في الشارع بيجي يسلم، لو في اي شيء بده مساعده على طول يساعده حتى غريب. يعني بيشوف ناس غريب أو أجانب بحكي يلا تفضل إنا عزومة منسف،
بس يعني احنا كشعب صيني ممكن هذا جاء بارد شوي، لو حتى الصينيين بيروح بيسأل سؤال ما يجاوب او يجاوب غير مباشر اشتهيك هيك، ما بعرف يعني لو اجانب بيروح بيسأل ممكن رد فعل اكثر من احنا الصينيين بيروح بيسأل. عادات ما يعجبني انا يعني ما 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 شو اسمه ما اشعر في شيء ما يعجبني او احكي كويس، كله كويس، اشعر ناس كويسين. انت دبلوماسي دبلوماسي مش مشكله، بديش اركز عليه. طيب احنا بنحاول ما نزعل بعض في ال لا شوفوا صراحه يعني خاصه في الـ في الـ في الزواج اللي من جنسيتين مختلفتين ومن عادات وتقاليد مختلفة، يعني حتى العربي من عربية أهون، لكن اللي من عادات مختلفة لازم تعرف أنت شو الـ الآخر لا يحب ويحب في عاداتك وتقاليدك عشان تقدر تتجنب، وخاصة في الأماكن اللي فيها يعني ممكن يكون إحراج للشخص الآخر. أوكي؟ مثال زوجتك محجبة، لو راحت على الصين وقالوا لها مثلا تعالي نسوي لك شعرك وفير في نصف مثلا المول، أكيد أنت حتحاول تخرج من هذا المأزق بطريقة سلسة لأنك عارف أنه هذا الشيء لا يناسبها. فهنا القصد أنك تعرف العادات والتقاليد، ما بدي أحكي الله لايف بس أنتوا أكيد لازم تكونوا عارفينها. سؤال اللي عندكم الآن لهديل، هل رحتي على الصين وتقبلت العادات التقليد حكينا عنها، بس هل رحت على الصين؟ اكيد رحت، رحت زيارة سريعة يعني مدة شهر تقريبا. طب كيف الصيني معك؟ كيف اللغة الصينية؟ إيبانبان إيدينديان. اوكي ممتاز. طيب انا حسألك هديل شوية اسئلة باللغة الصينية واشوف كيف، ما تغششها يا ناصر. اوكي انا ساكت، هديل شاطر ما شاء الله. لا اسئلة بحكي لك. اوكي طيب يعني ني هاو شو معناها؟ يعني مرحبا. ممتاز. كيف بنحكي شكرا؟ شيشي او شيشيني او شيشينيمن. طيب بدك تحكي له انا بحبك، كيف تحكي له اياها؟ او ايني وذا لو قول وهي ايني. او ممتاز. خايفه اغلط. لا عادي تشتور. طيب هو شو بناديكي؟ هو بتعرفي شو بناديكي؟ لوبا او هديل او حسب يعني. لوبا. اوكي ممتاز. طيب كيف بدك تحكي له انه ما عندنا شغله معينه، اي شيء في البيت؟ يعني زي شو؟ خلينا نحكي خبز. تعرف شو معنى مشكله خبز؟ عندهم الخبز اللي هو مومو. مومو مومو مومو. اوكي طيب مومو هيك. تعرف تسوي مومو ولا لا؟ بصراحة يعني لا. بعرف أعمل. أكلت المومو المشوي اللي بيشووه على الفحم؟ اللي أكلته يعني هو هيك بيشبه المانتو أو شو بتسموه هذا. مظبوط. باوز. يعني أكلت نوعيات والله بس مش فاكرة، مش متذكرتها. ناصر أكيد بتشوي المومو، أنتوا بتعملوه باربيكيو صح؟ نعم بس ما حديل ما جربتيها. لازم تجرب المومو المشوي، هذا يعني انا والدتي بس اجت على الصين ادمنت عليه. انا زاكي كثير. طيب انا بدي اسالك شويه اسئله اردنيه، شو رايك؟ انا يلا. انت بدي اسالك شو معنى كلمه ازرق؟ ازرق ازرق هون ولا هاد ما بعرف. هذا هديل طلعت اشطر منك. وليها ايه ما شاء الله. طيب ما درست لغة صيني بتعرف. طيب كلمة تانية اكذب. هاي كلمات اردنية اكذب. والله بصراحة يعني انا اردنية ومش عارفة. انت يعني اكذب الدينار او يعني امسك امسك امسك. مظبوط. هذا انا وياك لازم نجاوب على مش لحالنا. طيب سؤال سهل، طقع شو معنى اشي طقع؟ ما بسمع ولا مره، ما سمعت ولا مره.
لا معناها هديل مش معلماك الكلام الأردني الصح. بقع معناها سوبر، يعني إشي كويس، إشي ممتاز. ممتاز. آه هو يعني طيب، بصراحة لأنه هاي الكلمات مش كتير بستخدمها. ما أنا أكيد 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 أنا مش عم هذا، بس هو طيب. بتعرف شو هو الجميد؟ بعرف هذا، بعرف يصنع منسف هذا. أوكي، تعرف كيف بيسووه؟ كيف تعرف كيف بيسووه إنتاجه؟ أنت تقصد الجميد سائل أم جميد جامد؟ الجامد تعرف كيف يسووه؟ عن إذنكم لحظة كمل بقى. يعني هو كيف يصنعه؟ يس، كيف يصنع؟ هذا إيش في الصين يوجد ويبرز وهم باكل هذا إيش. أنا سمعت هذا كيف بيصنع لما خروف شو اسمه تجيب بيبي، هذا أول حليب هم يخرج، ما يجر هذا بيبي خروف ويشرب، ف شو اسمه يسخن، بعدين يجعله طعمه يغير، يعني قريب من فاسد، يعني طعمه بيكون حامض. بعدين كيف بيصنع أنا ما بعرف، مع الشمس يتشمس. أوكي طيب، ينشف ويشمس ويملح، مظبوط. ينشف من الشمس ويملح ملح. يا طيب، بدي أسألك المنسف، كيف أنت والمنسف؟ منسف زاكي ما شاء الله. أنا وهديل كمان درسنا كيف نصنع منسف. أنا أكل بميلاك مش بيدي، أنا جربته ما أقدر. هذا لا يجوز، لا يجوز في المنسف أن تأكله بالملعقة. أنا أردتك. طيب، هل تعرف مكونات المنسف؟ مكونات المنسف هو أردنيين باكل منسف بلحم بلدية، دجاج ما ينفع بحكي في أغنية. الدجاج ما الدجاج المنسف على دجاج ما ينفع أردنية. صح. هو لحم بلدي رز مع بهارات، هذا شو اسمه شو اسمه بعرف، لونه أصفر. كركم. كركم. آه. كمان جامد سائل أو جامد جامد. جميل. جميل سائل أو جميل جامد. وفيش شو اسمه هذاك نسيت، حبة ناخد في فوق لوز أو لوز؟ صنوبر أو لوز وكزبرة وخبز خاصة لي. كزبرة هاي اختراعنا إحنا، الكزبرة. أيوة. طب أنت كيف أنت والكوايتز والعصي؟ ممتازة أعتبر لي هاي. طب في عندك عصي جنبك تورجينا؟ تفضل تفضلي. أيوة تعلمت أول شيء زي حركة باتمان ايوه حلوه. طب امسكي لنا اي شغله جنبك هيك. اوكي ايوه زي هيك. ايوه احاول، ما هو المشكله هي الاشياء يعني هيك. اوكي ما شاء الله. واو لا 10 from 10 يعني انت ابدعتي، مظبوط ممتاز. صح معناها طلعت الصين صحه وعافيه، طلعت الصين كانت جيده. في سؤال من هيك قبل الصين يعني حاولت اتدرب. حلو. في سؤال كان كيف لقيت اختلاف العادات جاوبناه. أو إيش أحلى إشي قابلتي بالصين؟ أحلى إشي قابلته بالصين أهل ناصر صراحة، أكثر إشي بشتاق له يعني في الصين. طبعا هلأ الآن مش هتقدروا تروحوا عشان الباندميك صحيح؟ صح إن شاء الله. أهلك شافوا البنت اللي بنتكو ولا لسه؟ على الكاميرا للأسف. على الكاميرا ويشين. أوكي ويشين. في سؤال من رنا بيحكي هل استغرب، أعتقد ناصر، هل استغرب من عاداتنا نفس الشيء اللي استغربت فيه هديل بعض الشيء؟ أعتقد هذا السؤال، هل استغربت من بعض العادات؟ في بعض العادات أنا أستغرب. هو يعني شو اسمه زي اليوم حكينا احنا سنين لو نسلم بيدي يعني بعيد مش زيكم. ما شاء الله انا اول بيجي لأردن في شباب يسلم علي هيك وجهي بوجه من لي حاجة. طيب في سؤال من محمد تميمي بيقول هل تعلمت هدير اللغة الصينية بطلاقة، متى وأين؟ لا للأسف بصراحة مش بطلاقة، تعلمتها بالسمع
يعني اني احكي لك اني بقعد وبدرس لا، بس لما كنت اسمع ناصر بيحكي مع اهله ومع اصحابه هيك بسال عن الكلمه وبحفظها. فهذا الكلام اللي هلا سالتني بصراحه كله تعلمته من السماع. نعم ممتاز. طيب انا في سؤال لكم، انا بدي اسالكم اياه. الان عندكم ما شاء الله بنت الله يحفظها عمرها تقريبا سنه صح؟ اقل من صحيح. سنه. اوكي ايش ناويين تعلموها؟ اول شيء شو مسمينها؟ لا الاسم لولو شو اسمها؟ اسمها ايلين. اوكي اسم حلو. لو اجاك ولد ان شاء الله في المستقبل في اسم فاكرين فيه ولا لسه؟ احنا كنا فكرنا ممكن ياسين. ياسين 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 حلو. شو كمان هلا كنا فكرنا سامي. يعني جمال. انا وناصر انه الاسم هو اسم هويه الشخص، فانه نجيب له اسمين حيكون صعب على الطفل نفسه، فكنا بنفضل نجيب اسم يعني قريب من هاي اللغه وهاي اللغه. فسامي ياسين بتحسهم قريب شوي، بس المشكله انه ياسين هو نطقه شوي ممكن يكون غريب يعني. صحيح. لا بس الصينيين عندهم ياسين. اوكي ياسين موجود عندهم الصينيين. يس يا في البيت ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب السؤال لكم هلا، اللغه اللي حتعلموا فيها اولادكم، انا هذا سؤال مهم ويمكن تكون نصيحه لكم. هل حتحكوا معهم حسب اللغه اللي موجوده في المجتمع؟ هل حتحكوا معهم باللغه الانجليزيه عشان يحكوا انجليزي زي ما كل الاهالي بدهم، ام هل حتفصلوا هدير حتحكي بالعربي وناصر حيحكي بالصيني عشان الولد يتعلم اللغتين؟ احنا حاليا هيك قررنا هدير تحكي معها اللغة العربية، انا احكي معها لغة صيني، لما كبيرة شوية كمان نجعلها تدرس انجليزي ان شاء الله. هي خطوتنا ان شاء الله. يعني هي خطتنا صراحة ان ندرسها، انا احكي عربي بالتمام يعني وهو صيني، بس انه ان شاء الله الله يقدرنا بتعرف. ان شاء الله. كمان هذا حسب المجتمع والشغل وهكذا، يعني في عوامل بتساعد. طيب انا بعطيكم نصيحة يمكن قد تكون من نصيحة من ابني. ابني بيحكي اربع لغات، بيحكيها كلها بالطلاقة ويتكلمها بهذا السبب، لأنه لما إحنا أخذنا القرار أنا أتكلم معها باللغة العربية، إمه تتكلم معها باللغة الصينية. اللغة الصينية هي الأقوى عنده لأنه mother tongue، عشان هيك بسموها لغة الأم، لغة الأم وليس لغة الأب. أوكي أنا من هون اكتشفت ليش تسمى لغة الأم، لأن الأم أكثر حديثا مع الطفل. لغة الصينية قوية، لغة العربية قوية، لغة الإنجليزية طبعا بالمدرسة والفرنسية، وبالتالي هو الحمد لله. فتابعوا على هذا الموضوع، ما تخافوا في البداية حيكون في خربطة عند الولد هيك مش عارف بيش يحكي، لكن لما يصير عمره 4 سنوات أو 5 بصير الموضوع أهون. هيفا بتقول لك شجعتيني أتزوج صيني. هو أنا دايما بحكي صراحة لما كتير هلأ بنات يسألوني، خاصة بنات بيحبوا كيبوب، انه نتزوج اسيوي. هو انا دايما بحكي الجنسيه مش مهمه، هو الشخص الاهم. يعني في صينيين مش كويسين، وانا شفت يعني نماذج سيئين لابعد الحدود، فما دخل يعني، هو على حسب الشخص اللي بتقبلي شو ما كانت جنسيته. رائع رائع هدير. انتو ثنائي رائع، بتقولكوا اكرام وما تهتموا للتعليقات السلبيه. محمد دكتور جمال شكرا الله يعطيك العافيه. في أشخاص بدهم ينتقدوا من وراء الشاشة، والتعليقات السلبية بدل بتدل على تربايتهم وبيئة الشخص. يعني أنا بدي أحكي لكم شغلة. امبارح واحد بعت لي مسج بقول لي أنت بتطلع بأفلام فيديوهات مضحكة وهذه، روح في سوي شغلة فيد البشرية. يعني ما شو بدك تجاوبي انسان زي هيك؟ فما بنسي. هو في شخص لما انت حطيت انه بدك يطلع معنا مقابله حكى انه هذا الاشي مش راح يغير حياتنا، فانا بستغرب يعني. اليوم بسال ناصر، هو يعني الاخبار، السياسه، المسلسلات، الافلام بتغير حياه الشخص يعني؟ حتى انا جاوبته انه بالنهايه انت مين تقدر تغير بحياتك؟ احنا بنطلع بنقدم اشي بسيط، حابب تتابعنا اهلا وسهلا. هو اكيد هذا زي ما بتحكي، ميسون هو جهل متفشي، وللاسف عند كثير من المجتمعات وليست فقط العربية ولا شيء مختلف طنشوا زي ما بيحكوا. أنا صراحة بدي أقرأ لكم هذا. أنا الأوان للمجتمعات أن تنتقل إلى المجتمعات العالمية صحيح وتفوق التحديات. الله يوفقكم. الحب هو المقياس الأول في العلاقة، مع رؤى كيال من مونتريال أعطيك العافية. الله يبارك فيكم، أحسنتم، الله يسعدكم. أشكر ناصر وهديل، ضرب مثال حضاري وتعليم الناس من خلال هذا التطبيق، وهذا فعلا اللي انتم بتسووه، هذا مثال
انه احنا البشرية كلنا بشر وممكن نتفاهم بعض وممكن نحب بعض، ولكن يجب ان نبتعد عن الشغلات السلبية اللي هي للأسف بتخلينا دائما نحط الكراهية بيننا، زي السياسة والأمور هاي اللي ما إلها داعي. الله يهدي بالكم. طيب أنا في عندي سؤال، موضوع السوشيال ميديا، كيف بدأتوا في السوشيال ميديا ولماذا؟ إحنا عشان هديل زوجتي هي درست صحافة وإعلام، فبعد تزوجنا هي حكيت بدها تعمل هذا الشيء يعني تحقق حلمها. فأنا رحت إلى صيني، لما رحنا إلى صيني هي أول رجعت، أنا بعدها رجعت من صيني الأردن، اشتريت لها كاميرا وحضوريش. أنا حكيت يعني أنت درست حضوريش، أنا بقدرتي أساعدك، فأنت لو بدك بقدرتي أساعدك كل شيء، أجهز لك كاميرات وميكفون حضوريش عشان نبدأ. فأخذت لها حضوريشي شجعتها. لما رجعت إلى أردن هي بدها تبدأ، فحكيت معي ممكن أنت تطلع معي. أنا حكيت عادي حس عشان أدرس أونلاين كمان ما في شيء، نبدأ أنا وساعدك كمان عافية ما في مشكلة. أصل حياتنا يعني زي المسلسلات مضحك. شو اسمه نعرض للناس هل هم بيشوف، هيك بدأنا تقريبا يعني. وحابين نوصل رسالة للناس يعني الانفتاح على الثقافات الأخرى وإنهم يتقبلوا الآخر بكل أشكال وألوان وشو مكان من وين مكان. حلو حلو، فكرة رائعة وطريقة جميلة جدا. في سؤال إلكو أعتقد بتكلم عن موضوع الخفاش، وأنا بدي أفتح الموضوع لأنه الموضوع تافه يعني، بس حابين بس سريعا نفهم. ناصر أنا بدي أياك أنت تجاوب، هل كل الصينيين بوكلوا خفاش؟ أنا عشت بالصين 10 سنين ما شفت ولا واحد بوكل خفاش، بس جست. وهذا الشيء كمان يعني هسه نحكي مسلم، وضع مسلم يعني مسلمين إحنا معنا نفس الديان، كيف باكل خفاش؟ في صيني مسلم ما باكل خفاش. وحس نحكي غير المسلم، أنا أعيش في الشمال وحتى في أصحابي في جنوب، أنا في حياتي ما سمعتهم باكل خفاش. أكيد في صيني في ناس باكل خفاش، بس مش زي يعني أنتم تفهموا يعني كل صينيين ممكن باكل خفاش. في ناس في صيني أحيانا في تقاليد، هم في ناس يعني دكتور قديم بحكي هذا خفاش ممكن يعالج بعض الأمراض، فناس لو صار إشي مرض غريب فبيروح بيجي خفاش باكل عشان يعالج. مش يعني حتى مسلم أبدا ما باكل خفاش، يعني هذا إشي مش حلال يضل صحتنا ممكن. فغير المسلم مش كمان مش كله باكل، ممكن 5% أو هم باكل عشان علاج أو إشي عشان فضول. ممتاز. في سؤال لهديل، بعرف إذا سمعانا ولا لا. طيب سؤال بقول لك، هل ناصر بيساعدك في البيت ولا مثل الرجل العربي؟ طيب خلينا نعطي لولو، معلش احنا عجبناكم معنا اسفين يعني والله، مش عندنا حدا بالبيت يمسك لولو فصعب. تمام. هلا اكيد بيساعدني حتى الرجل العربي، يعني بدي اوضح شغله، هو أبي عربي أكيد كمان بيساعد ماما فما دخل يعني، وإنت رجل عربي. فلا هاي الفكرة شوي، بعرف إنه معظم رجال العرب ما بيساعدوا، ولكن يعني يمكن هاي الأفكار إجت من العادات التقليد ومجتمعنا، بس بيساعد بمقدرته بيساعد أكيد. في سؤال تاني إلك عن ناصر، ما هو الشيء، وبرضو لناصر هو، بس خلينا نسألك، ما هو الشيء الذي صدمك أو لم تكوني تتوقعيه عندما ارتبطتي بشريك من ثقافة مختلفة؟ سؤال عميق. إشي صدمني بصراحة مش عارفة. يعني هو يعني في أشياء صدمتني، بس إنه زي ما حكيت من قبل إنه كانت يعني شوي ممكن الواحد يعني يتعايش معها، عرفت؟ يعني مش إنه أشياء صدمتني إنه كثير صعبة. هلأ ممكن يعني خلينا نحكي كعادات ولا كإشي في ناصر شخصيته؟ في ناصر، ناصر كله بيحكي عن ناصر أو يا يعني ناصر شوي كانت الإشي اللي شوي يعني ببداية علاقتنا هو إنه شوي عصبي ناصر شوي وكتير بتطلع عليه.
بس بصراحة قدرنا نتعامل مع هذا الإشي، يعني حاليا نتعامل مع هذا الإشي. يعني بالنهاية شخصيات، بتعرف كل واحد عنده بيكون إشي سلبي وإيجابي. طبعا أكيد في كل شخص، هذا كل شخص عنده. هل هو أكيد شايف فيه شغلات سلبية وبيحاول، يعني بنحاول نتعايش وبنحاول نتنازل وكثير شغلات. يعني بالنهاية الحياة الزوجية بدها هاي التنازلات. أنا بحكي الحياة الزوجية زي العودين تبعون الكويس. إذا ضلوا ماشيين هيك ما بلتقوا في حياتهم، وإذا واحد مال كتير أخريته يوقع، فلازم اثنين يميلوا شوي شوي، يعني هذا يتنازل شوي وهذا يتنازل شوي عشان يلتقوا في مكان وما يوقعوا. فهذه مهمة جدا، وأنا تعلمتها طبعا من الصينيين. هل عندك استعداد للانتقال إلى الصين؟ سؤال من ريم. هو بالنهاية يعني اوكي ناصر بيحاول يجي، بس بالنهاية انه بلد ناصر هاي، فاكيد في المستقبل رح نعيش فيها، ولكن حاليا على حسب شغله دراسته، يعني هاي الامور هي اللي بتحدد. بس انا اكيد في المستقبل انا يعني على دراية كاملة انه اكيد اخرتنا نروح على الصين، ولو انه شوي صعب من ناحية انه حترك اهلي وحياتي وصحباتي، بس يعني هاي هي هيك الحياة. Well, you never know. إحنا كان تفكيرنا إنه نرجع الأردن وآخر إشي طلعنا على كندا. ف you never know. صح. مستقبل يعني. ناصر، هذا السؤال إلك. هل حبيت المنسف الأردني؟ ما شاء الله أنا حبيت، بموت من منسف. بموت من منسف. ممتاز. تأكل بالكماسي ولا بالملعقة؟ جاوبته بس عيد الجواب. للأسف. ناصر صار بطبخ منسف يا عيني. طيب نسألك هذا السؤال. تفضل. سؤال، عادات العائلة الصينية كيف عجبتك وما عجبتك في الصين؟ لا، حلوة. احترام الكبير عندهم صراحة أنا كثير عجبني، يعني بيحترموا الكبير بشكل رهيب. مثلا الكبير عندهم مش هو اللي بيقدم إشي لحدا، لازم الناس هي اللي تقدم له، يعني في عندهم هذا الاحترام. شوف أنا دايما بحكي إنه ليش كان سهل أرتبط بشخص صيني، لأنه يمكن هم بيختلفوا عن الأوروبيين بشغلة، عندهم لسه متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم، وعادات التقاليد كثير متشابهة منا إحنا العربي، يعني مش بعيدة. نعم. زي الدول الثانية. طب بسألوكوا عن الغيرة، هل بتغاروا لما أنتوا تقابلوا ناس أردني أو صينية؟ هل في غيرة؟ بغالة في حدود. ممتاز. كمان الغيرة عاملينها حدود، يعني مش الغيرة المرضية، لا طبيعية. الإشي إذا إشي بلزم الغيرة من غار، يعني ما بدون سبب لا طبعا ما في. ناصر، كل بسألك عن المنسف، أنا بدي رأيك، أنت حكيت رأيك في المنسف وبتحبه، شو طبخات تانية عربية بتحبها أردنية هيك؟ مسخن، مقلوبة، ملوخية. مقلوبة وكبسة وشرب عدس. واليوم اللي أكلته حبيته ما أنت؟ اليوم أكلته كبدة. كبدة، لسه بحكي لي كبدة. كبدة. هو جمع الكبدة مع الكفتة وحط كبدة. كفتة. أيوة. كفتة. كفتة صح. كفتة. طيب هديل، شو بتحبي أكلات صينية أنت؟ طبعًا أنا بعشق الملتان، يعني كل كم يوم لازم نعمل ملتان، وبحب الاكل الحار اصلا، يعني انا بحب الاكل الحار من قبل ما اتزوج ناصر، بس صرت احبه بزياده بمبالغه. والخوجو طبعا هذا يعني اتوقع فيش حدا راح اصير ما حبه، هو يعني والجاوزو صح، والجاوزو يعني الدومبلينجز بحبهم. انت من الشمال فاكيد بتحب شويه جاوزه صح؟ اكيد. اوكي، هي المعكرونه الليميان انا بحبها، بس المشكله انهم ما شاء الله شو بياكلوها، يعني عند اهله يوميا فزهقت منها. بعرفش ناصر، عندكم في طبخه الدابانجي؟ طابانجي في تعرفيها؟ حبيتيها؟ ما حبيت كثير. البهارات تبعتها قويه يمكن. اوكي، مع انه هاي أكلة رسمية لكل الأجانب اللي بحبوها. طيب صح. سؤال سريع من إكرام، ناصر أنت بتشتغل في الأردن، هل تعمل في الأردن ولا بس تدرس؟ كنت أشتغل. هل واجهت عنصرية في العمل؟ لا أنا كنت أشتغل هذا شغل ما في عنصرية. هو كان بيشتغل مرشد سياحي، مترجم سياحي. أوكي،
جمال مش مقدر أهمية سؤال من والله جو سؤال سألته يا سألته لأنك سألت عدة مرات. طيب في شيء. طيب الطبخ، هل علمك الطبخ أنت الصيني ولا أنت تعلمتي من اليوتيوب؟ بالبداية كنت أحاول لحالي أشوفه وأحاول، بس ما كان يطلع بالطعم اللي هو بحبه. بعدها يجي يحكي لي تعالي شوفي أنا هيك بعمل، هيك بقلي، هيك بسوي. فصرت شوي شوي يعني هلأ بعمل، بس صراحة ناصر يعني يتفوق علي بالأكل الصيني خرافي. ناصر تعلمت طبخات أردنية؟ تعلمت منسف، بعرف يعمل منسف وشرب عدس وسخن خبز طابون. ناصر لد علي جاي، لد علي جاي، لد علي جاي، تعرف شو معناها؟ لد علي ناصر، لد علي جاي، تعرف شو معناها؟ يعني اشوفك واجاوب. مظبوط صحيح. طيب اكرام، اكرام اصلا من بلده صخره في محافظه عجلون شمال اردن، تدعوكم لزياره بلدتها في بعد انتهاء الكورونا. بدي اسالك ايش السياحه اللي عملتها في الاردن؟ انا شفت لكم فيديو بالصلت وعلى طريق الصلت. السياحه اللي عملتها في الاردن يعني وين هو ناصر زار كل المناطق. انا رحت الى كل المناطق تقريبا، عجلون ما رحت، رحت الى بترا، بحر ميت، وادي روم، عقبه، وحمام ومعين. ما رحتش على عجلون؟ ما رحت الى عجلون. جرش وما اكلتش باللوت من عجلون. بمرة مررته بس ما رحت وما دخلت إلى قلعة عجلون. والله هو أفضل يعني إنه زار هاي المناطق. أنا عني ما زرتش إشي يعني يعتبر منيح إنه زرت. طب أنت بالصين وين رحتي سياحة؟ أنا قصتي والله والله قصتنا حزين متحزن. إحنا تزوجنا من هون، كان براس السنة، وصلنا على الصين وإجت كورونا، كل شيء سكر. أوه. فكان يعني شهر عسل خرافي، عبارة عن شهر عسل في البيت. لا إله. طب يعني ما قدرتوا تطلعوا مكان؟ للأسف كنا بنحجز نروح على شيء على مناطق تانية يعني، بس اللي شفتهم على السريع كوانجو ومينشا وما شفت شيء. أوكي. طيب في سؤال هون كثير أسعدني هذا اللقاء، روحك في المقابلات أنت ومحمد تميم، صراحة دائما أسئلتكم شيقة ومواضيعكم رائعة. احنا تقريبا انتهت. طب بدي اسال سؤال سريع. الان بدي تحكي لي عن قناتكم على اليوتيوب عشان الناس اللي حابين يروحوا يقدروها، وعلى التيك توك اعتقد انتم على هدول المنصتين. صح. على قناتنا على اليوتيوب اسمها ناصر الصيني وهديل، وعلى انستغرام والتيك توك هديل اندرسكور دبليو واي ال. ممتاز. الفيسبوك عملنا احنا صفحه جديده على الفيسبوك فبضل انساها، ناصر الصيني وهديل كمان. ناصر الصيني وهديل. طيب ناصر موجود حواليك. طب انت بدي اسالك سؤال، كيف حماتك كانت معك؟ حماتي بصراحه ما شاء الله عنها يعني، والله مش مجامله قدام ناصر لانه احنا كثير صريحين مع بعض، ولكن رائعه وطيبه لابعد الحدود وقلبها طيب. لو قلنا ليل بده يسالك سؤال عن الحماه، بدي اسالك عن حماتك. يلا هاي حماتك اكيد بتتابع. ما شاء الله حماتي ابو ايوه عم تسمعك حماتك، انتبه. انتبه لا بدون بيسمع عادي. انا حمات ما شاء الله كويسين. هي كانت كمان شجعني، اعطيني بحكي الناس رئيس اصبر يشتري هيك، يجعلني مطمئنه يعني ما اقلق يعني، كل شيء نصيب ما شاء الله. طيب رسالة لك، رسالة منك الآن لكل المشاهدين في نهاية هذا اللقاء، وبعدين حسمع هديل. شكرا لكل المشاهدين، احنا منورين، انتم تشاهدونا، اهلا وسهلا بكم. يعني انتم منورين مش احنا منورين. لا نورتونا. نورتونا مضبوط. تشرفنا. شكرا لانتم تسمع قصتنا، يعطيكم العافية. يلا يبدأ. تمام هديل.
أنا بصراحة بدي أول إشي أعتذر للناس، بس بتعرفوا إنه الحياة مع الطفل لازم يكون الواحد يراعي. فيعني طبعاً أكيد أنتوا استمتعتوا بصوت لولو اليوم زي ما إحنا استمتعنا، وإحنا استمتعنا كتير باللقاء دكتور جمال، وعن جد انبسطنا إنك يعني استضفتنا اليوم، إلنا الشرف. وشكراً للناس اللي شاركت والمتفهمة والمتواضعة واللي حبتنا بدون ما تعرفنا شخصياً، ولصديقاتي كمان اللي شاركوا لاني عم بشوف كم اسم هيك، ويعني شكرا غلبناكم معنا. ولا يهمك، سؤال سريع لك من بلاد دكتور بلال المومني، سؤال رياضي. فريق الأردن وفريق الصين بيلعبوا سوكر، كرة قدم، مين بتشجع؟ هو بيظن بيشجع هو صيني، سوف يخسر لازم يخسر صح؟ فريق الصين معروف كرة الصين هو ولا شيء، كرة القدم عند الصين. طيب إن شاء الله رب العالمين حنحط بيسألونا عن القناة على اليوتيوب، أعطونا لينك اليوتيوب تبع قناتنا ولا تبع قناتهم. anyway قناتهم هديل ناصر الصيني وهديل، دوروا عليها. قناتنا كنار تي في لايف عم بتشوفوها تحت. أنا مفروض أخذت منكم اللينكات قبل، لكن بس دوروا على ناصر الصيني وهديل وعملوا لهم متابعة، وإن شاء الله راح تنبسطوا بالفيديوهات اللي بحطوها، رائعة جدا. في يعني أنا عندي تعليقات لسه يمكن كمان 20-30. أنا حابة أضيف شغلة بسيطة، يعني في حال في تعليقات كثير إحنا ما لحقنا نرد عليها، وللأسف الوقت سريع، ولأنه حاليا عندنا الساعة تقريبا صارت واحدة، مزبوط فرق التوقيت، فهلأ بيكون موعد نوم أيلين عشان هيك هي غلبتنا شوي. ممكن إن شاء الله في المرات القادمة نطلع معك يعني لقاء آخر، وأيدين عصبت ونعمل لقاء آخر طبعا، ونجاوب على كل الأسئلة الباقية، يعني ما عندنا أي مشكلة. بنتشرف. الله يسعدك. أنا نهاية هذا اللقاء حابب أشكركم من صميم قلبي باسمي وباسم جميع المشاهدين اللي كانوا معنا اللي تابعونا باسم قناة كنار تي في التي تبث من كندا. حابين نشكركم ونتمنى لكم كل الخير في حياتكم الزوجية، وأن تكونوا دائما سعداء، أن تطرق أبوابكم السعادة والحب. جوني من شنتي جين كان جونشي فاساي، ونتمنى لكم جميعا كل الخير. زيجين شكرا دكتور جمال، تعرفنا والله بمعرفتك. باي باي.